السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معي في تفسير رؤية طبخ الدجاج في المنام. اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن تفسير رؤية طبخ الدجاج للعلامة ابن سيرين، وكيف يراه هذه الرؤية. هو هذه الرؤية تعتبر من الرؤى مبشرة على صعيدين، على الصعيد العاطفي والصعيد المادي، يعني على مستويين، من الناحية العاطفية والناحية العملية، لأن سعادة الإنسان غالبا ما ترتبط بالجانبين العاطفي والعملي. والدجاج الرؤية ديالو طبخه في المنام ترمز إلى هاتين، يعني هاد المستويين، المستوى العاطفي والمستوى العملي. قبل أن نخوض في الموضوع أدعوكم إلى ضغط زر سبسكرايب تفضلا منكم، وليس أمرا، ليصلكم كل جديد عن قناتنا، كذلك مشاركة القناة مع أصدقائكم، وكذلك اللايكس من فضلكم. لا تنسوا اللايكس، لأن اللايكس يعني يجعل القناة ويجعل المواضيع تبرز أكثر على اليوتيوب. وشكرا لكل من يدعم قناتنا، شكرا لكم كثيرا. كما قلت وورد بأن طبخ الدجاج في المنام هو من الأحلام المبشرة بالخير المبشرة بالسعادة لصاحبها، لصاحب الرؤية، فهو من الأحلام التي تتعلق بصلاح الحياة العاطفية والعملية في آن واحد. كذلك رؤية طبخ الدجاج قد تدل على الرزق والأموال القادمة إلى الرائي في الفترة المقبلة، يعني كل ما سوف يأتي للرائي في الفترة المقبلة سيكون إن شاء الله فيه خير ورزق وسعادة للرائي. الرؤية كذلك رؤية طبخ الدجاج في المنام تدل على أن هناك تغييرات قادمة آتية للرائي في الفترة المقبلة، بعدما أن هذا الرائي عاش فترة صعبة من الأحزان والمعاناة. يعني أن من يرى طبخ الدجاج في المنام يعني قد يكون أنه عاش أحزان، عاش مشاكل التي أثرت عليه نفسانيا، وهذه رؤية تأتي برؤية تبشيري أنه لن لا يحزن، لأن القادم أفضل، القادم فيه خير كثير، القادم فيه عاطفة جميلة، القادم فيه سعادة. رؤية الشخص نفسه يطبخ الدجاج في المنام من أجل إطعام الناس وتوزيع هذا الدجاج على الناس يكون يعني يرمز إلى أن هذا الشخص هو شخص طيب وممتلئ بالخير والعطاء، وأن هذا الخير وهذا العطاء سيعود عليه إن شاء الله في الفضل، لأن هنا في الحياة لا يضيع شيء، أي شيء نعمله سيعود إلينا، يعني هذا قوى، يعني من بين القوى الفيزيائية لكل ردة فعل، يعني كل ما نفعله يرجع إلينا، فلا نحزن. كذلك رؤية شوي الدجاج في المنام، و يعني كان هاد يعني كان يرى الرأي في منامه أنه يشوي الدجاج، ولكن لا يريد شوي هذه الدجاج. هذه الرؤية تدل على أن هناك أخبار أو أحداث يمر بها الرائي تؤلمه وتصله عن طريق بعض الأخبار، يعني التي هي غير مصاحبة، يعني أن هناك هذا الرائي يحيط بأناس تسبب له المشاكل في حياته عبر التخبيب. يعني من يرى في منامه أنه يشوي الدجاج وأنه لا يريد شوي هذه الدجاج، فهذه رؤية تدل على أن هناك أحداث صعبة، أحداث مؤلمة، يعني تؤلم الرأي والرأي لا يتحدث عنها، ناتجة عن أناس يعني يوصلون أخبار غير مستحبة، يعني ناتجة عن التخبيب. مثلا المرأة ترى في منامها أنها تشوي دجاج، وهي في الحقيقة الدجاج لا تريد شوي، فهذه رؤية تدل على أن من جهة زوجها هناك أناس يخببون يعني في حياتها، وعن طريق هذا التخبيب والأخبار السيئة التي تأتي إلى زوجها تشعل نار الحرب بينها وبين زوجها والعياذ بالله. هذه يعني من أسوأ الرؤى، يعني التي قد عندما يرى الإنسان يرى الرأي في منامه أنه يشوي الدجاج يعتبر غير جيد. هناك كذلك رؤية أخرى غير محمودة، هي أن في بعض الأوقات بعض علماء التفسير، لأن على حسب الرؤية ليس بالسهل أن نفسر الرؤية، لها علاقة بال يعني كيف هو الشخص، متزوج غير متزوج، عاجب ظروفه، كيف يعيش، لأن يعني كل إنسان له الكثير من الأشياء التي تحكمه.
ليس فقط أن لدي عمل فأنا مرتاحة، يعني ربما العمل، كيف هو العمل داخل، وكيف هو الإنسان داخل أسرتي، كيف الإنسان مع أولادي، حالته الاجتماعية، كيف هي المرأة مع زوجها، كيف هي المرأة مع المحيطين، كل هذه الأشياء تدخل في تفسير الرؤية. لذلك بعض الأوقات طبخ الدجاج في المنام قد يكون يرمز إلى خسارة لبعض الأمور المهمة التي يملكها الرأي، والله أعلم في هذه الرؤية. من بين الرؤى كذلك الشائعة هي أن يرى الإنسان أنه يطبخ الدجاج مع الأرز، كثير كثير من الناس يرى أنه تطبخ الدجاج مع الأرز. رؤية طبخ الأرز مع الدجاج في المنام هو يرمز إلى الخير من جهة المال، من جهة المال، يعني أن هناك، لأن الخير قد يكون صحة، قد يكون عمل جيد، قد يكون بيت عقار، قد يكون أولاد، هذا كله رزق. لكن طبخ بالضبط الأرز مع الدجاج في المنام هو بشارة على أن الرأي سيأتيه مال، يعني نقود كثيرة آتي له في الطريق. كذلك إن رأى الرجل في المنام أنه يقوم بطبخ الأرز مع الدجاج في المنام فهذه الرؤية تشير إلى أنه سيحصل على ترقية، أو أن منصبه في عمله وفي مجتمعه سيترقى. وفي حال كان الرائي يريد السفر، رائي أو رائي يريد السفر ورأى أنه يطبخ أرزا مع الدجاج، هذه رؤية تبشيرية بأن السفر سوف يكون سهل وأبواب السفر سوف تفتح. بالنسبة للبنت إن رأت في منامها أنها تقوم بطبخ الدجاج مع الأرز فهذا يشير إلى زواجها عن قريب. وللمتزوجة التي ترى في منامها بأنها تقوم بطبخ الدجاج مع الأرز في المنام، هذه الرؤية هي رؤية تبشيرية للمرأة المتزوجة إن كانت تريد حمل فأنها سوف تحمل إن شاء الله عن قريب، والله أعلى وأعلم. هذا كل ما يدور حول رؤية طبخ الدجاج أو طبخ الدجاج مع الأرز في المنام. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد، وإلى موضوع قادم.